في اول وصفه معانا النهارده وصفه الرز اللي بالخلطه. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن رز بسمتي البني، هيبقى اطعم في الوصفه دي، بس لو انتوا حابين الابيض برده مفيش مشكله، وكلاوي متقطعه شرايح، وكبده متقطعه شرايح، زبده، زبيب، لوز، قرفه، سكر، بهارات، بصل، ثوم، مشروم، ومكعب مرقه. طيب اول حاجه هعملها ان انا هحط الزبده، احطها كده خلاص، وهنا هحط الزيت عشان بس لو حطيت الزبده مع الكلاوي مش هتتحمر، مش هتديني لون حلو. احط كده ايه الكلاوي هنا كده، وهنا الزبدة هحط لها السكر وهقلب. لغاية بس ايه ما يكرمل. الكلاوي بس اتغير لونها، هحط معاها الكبدة، اقلب كده السكر. انا بقى هحط مع السكر اول ما يقلب لونه ذهبي غامق شويه هحط له البصل. مش كل الناس بتعمل الرز بالخلطه بالبصل، بس انا جربته بصراحه بالبصل وجربته من غير البصل. البصل بيديله طعم حلو جدا، بيخليه مسكر كده، وفي نفس الوقت طعم البصل بيبقى حلو قوي. هنفضل نحط البصل مع السكر لحد ما البصل يبقى لونه الكراميل، اللي هو مش الغامق قوي، يعني مش لدرجة البصل ما يسودش، لا هيبقى لونه بني غامق، ولما بنحط المية بيفتحها اصلا. ماشي، نستنى شوية كده على السكر وقلب الكلاوي، حطها كده في النص تدي لون بس كده. تطلع ريحه حلوه اهو السكر، استنى عليه كده ثواني كمان. يعني دايما ناخد بالنا لما بيغمق السكر بيبقى فيه درجتين افتح لما بنحط الميه، فنغمقه ازيد شويه عشان لما نحط الميه يبقى فاتح، يبقى بني. لكن لو حطيناه مثلا باللون ده عقبال ما نحط الميه هيبقى فاتح جدا. هوريكم بس ايه اللون عامل ازاي. شايفين يعني هو هنا باين انه غامق، شايفين غامق ازاي؟ لا هنستنى شويه، خلاص نستنى شويه نقلب كده. ابتدي بقى احط لها رشه فلفل اسود، رشه كده من الفلفل الاسود مع نص فصايه من الثوم، بس عشان ايه تدي نكهه للكلاوي ويبقى طعمها حلو اهو. كده خلاص السكر اغمق، ابتدي بقى احط له البصل، بس ابعد كده عشان بخاف من طرطشه السكر جدا لانها بتلسع قوي. نقلب هسيبه بقى كده ايه زي ما قلت لكم لحد ما يبقى لونه بني غامق. اوكي، هجيب بقى الكبده هنا ابتدي بقى احطها، بس مش على الكلاوي، هحط كده الكلاوي على جنب عشان كده انا جايبه طاسه كبيره شويه. واول ما الكبده لونها يبقى بني هنقلبهم على بعض. شايفين انا حطيت الكلاوي تقريبا قبل الكبده بخمس دقائق عشان هي بتاخد سوى اكتر على النار اهو. اقلب كده اضمن ان كل الدم خلاص يعني استوى، العصاره يعني بتاعت الكلاوي. يلا احط بقى الكبده كده وافردها واحط لها
فص تومه كده اهو مع فلفل اسود، بنتبلها كده. خلاص نقلب، بس هسيبها كده بقى شويه. هحط بقى يعني التوم ده اختياري، بس انا بحب نكهه التوم كده مع الحاجه. واحط البهارات، واحط معلقه من الزبيب عشان يبقى فيه زبيب جوه الرز. نقلب كده بقى الكبده، نقلبها كده مع الكلاوي. اهو غماق اهو دلوقتي، ابتدي بقى احط معلقه الزبيب. يعني اكتر انا هحط معلقتين مش معلقه واحده. طبعا انا نقع الزبيب ده في ميه، والله بتفرق جدا، بتفرق جدا لما بننقعه في ميه او زي ما هو كده بنقوم حاطينه. الميه بتنفشه يعني بجد، بتخلي شكله مختلف جدا في الشكل وفي الطعم، بتخليه كده منفوخ كده اهو. خلاص كده الريحة بقى طالعة حلوة جدا. نبتدي بقى نحط الرز. يعني دول تقريبا كوباية ونص. طبعا احنا بنحط بالمقدار بالظبط عشان الرز ما يطلعش معجن او ناشف. انا بعرف احط بالويم، لكن احنا مش كلنا بنعرف الطريقة دي. احنا نحط بالمقدار، كوباية الرز البسمتي معاها كوباية ونص مية او كوبايتين الا ربع كمان. بقى احط القرفة، يعني القرفة دي بقى على حسب انتوا بتحبوا ايه. انا ما بحبش القرفة كتير، في ناس بتحب طعم القرفة باين قوي. احط كمان الملح واقلب. بس وابتدي احط الميه، احط الميه وطبعا الميه لازم تبقى مغليه عشان الرز ما يعجنش. كده تمام، انا كده خلصت الرز. هسيبه بقى يستوي على مهله على نار هاديه. دلوقتي اهي الكبد والكلاوي استوت خلاص، هضيف عليهم بقى اخر حاجه المشروم اهو كده. يفضل المشروم يبقى فريش، هيدينا طعم احلى بكتير. انا بقى هحط كده الزبيب كده. خلصنا اللوز، هنحطه هنا.